اهلا بكم اجتمع سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه قائد الحرس الملكي مع الفريق اول طيار ستير ستيوارت بيتش رئيس هيئه اركان الجيش البريطاني وذلك في العاصمة البريطانية لندن. وخلال الاجتماع اثنى سمو قائد الحرس الملكي على عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والتي لها جذور تاريخية متينة مشيدا سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ومنها ما يتعلق بالتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري. اجتمع سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفه قائد الحرس الملكي في العاصمه البريطانيه لندن مع العميد نيك بيري قائد قوه الرد السريع المحموله جوا في الجيش البريطاني وذلك في كولشستا. وخلال الاجتماع اشاد سموه بعلاقات الصداقه التاريخيه المتميزه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده والتي لها جذور تاريخيه متينه منوها سموه بالتعاون القائم بين البلدين الصديقين في كافه المجالات عامه وفي المجال العسكري بشكل خاص